والله احنا يعني في معسكر على اعلى مستوى والنادي موفر لنا كل حاجه. لقيت ان يعني احنا قاعدين في نفس الفندق، في ملاعب ما شاء الله على اعلى مستوى، وسواء التغذيه برضو الاكل كل الكلام ده النادي مهتم بيه. وكل الناس بصراحه من اول كابتن خالد ديبو كان معانا في اول ايام المعسكر، ومستر ميشيل برضو جاي معانا، وكابتن شرف، وبناخد محاضرات في اليوم وكل اليوم بتاعنا من اول الصبح لحد بالليل. يعني دايما النادي بيهتم ان هو يبقى دايما في سواء تمرينتين الصبح او تمرين او ماتش ودي، كل الناس بتاخد تقريبا نفس الجرعات، ومهتمين بالاكل ومهتمين بكل حاجه ليها علاقه بينا. يعني ده اكيد بيقرب اللعيبه من بعض، خصوصا بعد موضوع الدمج. احنا بقينا 2004 2003 مع بعض، فده اكيد يقرب اللعيبه اكتر، سواء اللعيبه اللي ما كانتش تعرف بعض كويس من الفرقتين. فموضوع ان احنا موجودين مع بعض في نفس المكان لمده اسبوع، بنتمرن مع بعض، بناكل مع بعض، اللعيبه بقت مع بعض على طول و24 ساعه مع بعض، ده اكيد هيقربنا من بعض. وان شاء الله يعني مع التمارين ومع المحاضرات ومع مجهود كابتن شرف وكل المدربين اللي معانا ان شاء الله نتطور ونعمل موسم كويس. المعسكر كل الكباتن الموجوده معانا، كابتن خالد بيبو ومستر بروكيتش، ويعني الناس كلها موجوده معانا في المعسكر، موفرين لنا كل حاجه، مش مخلينا محتاجين اي حاجه، الملاعب والفندق وكل حاجه موجوده، وكابتن شرف موجود معانا ومحاضرات وكل حاجه متوفره لنا الحمد لله. واحنا يعني معظم اللعيبه قريبين من بعض، فده الطبيعي بتاعنا ان احنا نبقى قريبين من بعض، كلنا فرقه واحده. ده ما يعني دايما كابتن شرف يتكلم معانا ان احنا نبقى قريبين من بعض، كلنا قلبنا على قلب واحد. لازم اللعيبه كلها ايه يعني كباتن الفرقه تبقى قريبه، هي اللي بتلم اللعيبه وتجمع اللعيبه من بعض، ما ينفعش كل واحد يبقى لوحده. فالمعسكر ده معمول عشان اللعيبه تقرب من بعض ونستفاد منه برضه في التمرين، نوصل لحاجه لاعلى حاجه فيه. والله احنا الحمد لله يعني ماشيين بشكل كويس، لسه في البدايه برضه. النهارده اول ماتش ودي في المعسكر، الاداء برضه مش على اعلى مستوى، بس الحمد لله قدرنا ننفذ اللي الكابتن طلبه مننا، ولسه برضه اللي جاي احسن ان شاء الله.